أفرجت وزارة الداخلية عن 2647 سجينا بموجب عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، حيث تم الإفراج بالعفو عن 2358 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 289 سجينا. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.